تعامل من يسكن البيت الأبيض بيختلف في القضايا الخارجية بشكل كبير. يعني ممكن صحيح. القضايا الداخلية هي قضايا ثابتة بالنسبة لأي كان من يعني موجود كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بس التعاملات الخارجية أو السياسة الخارجية بتختلف يعني حسب هوية ساكن البيت الأبيض. لكن يعني زي ما قلت لحضرتك بتختلف على حسب الظروف والأجواء. أنا النهاردة ليه قلت لحضرتك إحنا بنختار ما بين السيء والأسوأ؟ لأنه الرئيس السابق لم نأخذ منه شيء، بالعكس ده أساء مثلا للقضية الفلسطينية، اعترف بالقدس عاصمة، نقل السفارة، عمل إجراءات كبيرة. فأنا حينما أراهن على عودته أنا براهن على خيارات تبدو صفرية بالنسبة للقضية الفلسطينية، ده بالعكس ربما يطور أموره. هو بيتحدث عن خيارات تبدو صفرية للدفاع عن أمن إسرائيل، فبالتالي بيكلم اللوبي الصهيوني، بيكلم إيباك، بيكلم بيحاول يعني يتلاشى دور الجيستريت اللوبي الآخر. ففي تجاوزات كبيرة. هذا الرئيس الأمريكي النهاردة القضية مش انخفاض شعبيته حضرتك، هو انخفاض أداء السياسي والحزبي. إنه الرئيس الأمريكي لم يقدم بالنسبة لينا إحنا الشرق الأوسط لم يقدم لنا جديدا، بالعكس هو الولاية الأولى انتصفت، لم يقدم رؤية، لم يقدم مقاربة، لم يقدم أي يعني تصورات. كان فاكرة حضرتك لما كان عندنا رؤية كلينتون، كان عندنا رؤية الرئيس بوش الابن، كان عندنا رؤى بالنسبة للقضايا، هم لم يقدموا رؤية. بالمناسبة لا ترامب ولا أيضا الرئيس جو بايدن قدموا بالنسبة للشرق الأوسط في قضايا عديدة لم يطرحوها. وبالتالي عشان كده أنا بقول لحضرتك الاختيار بالنسبة كعالم عربي إن إحنا بنختار بين سيء وأسوأ. بس بين سيء وأسوأ، ولكن دكتور هل تورط الإدارة الحالية بشكل أو بآخر وانخراطها في أعمال عسكرية في المنطقة تعني قدوم ترامب بشكل أكبر؟ يعني 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 ده وارد، ده وارد. ربما هيبقى التصويت المعاكس، انه الجمهور الامريكي الان بيجد انه في حضور عسكري واستراتيجي في الاقليم. الولايات المتحده بالفعل مثلا مع هذا الرئيس بعدت في الفتره الاولى زي ما حضرتك تذكري عن منطقه الشرق الاوسط لاعتبارات حزبيه، وانتبهت لجنوب شرق اسيا، دي الكلاسيكيات بتاعه الاداره. قبل ان تنتهي هذه الاداره انخرطت الاداره الامريكيه في اعمال عنف وحرب على اكثر من جبهه نتيجه لارتدادات حرب غزه. ليه انا قلت غزه عنوان رئيسي؟ لان انه ارتداد حرب غزه اللي حضرتك بتشوفيها، المواجهه في اليمن، المواجهه في سوريا، المواجهه في العراق، في مواجهات كثيره. الخطوره هو عسكره السياسه الخارجيه الامريكيه فيما تبقى من الاشهر المقبله، بمعنى انه لم تعسكر بالفعل طبعا. لا، هو النهارده استخدام القوه العسكريه الممنهجه في الاقليم بدات نتيجه تضرر المصالح العسكريه، المصالح الاقتصاديه الكبرى في الاقليم، بمعنى ان حضرتك دفعتي عن امن اسرائيل، دخلتي طرف شريك، الولايات المتحده طرف شريك ومحرض لما يجري في اسرائيل. حتى هذه اللحظه لا يوجد انخراط حقيقي في وقف اطلاق نار من الاداره الامريكيه، فالولايات المتحدة شريك ومحرض ومتواطئ مع هذه الحكومة. الإدارة الأمريكية طلبت تغيير المكونات لإئتلاف الحاكم في إسرائيل، لم يستمع نتنياهو إلى دعوة الرئيس الأمريكي. طالب بضرورة أن تكون هناك رؤية في بالنسبة للترتيبات السياسية والأمنية، وحضرتك شفتي حجم اللقاءات الموجودة. بلينكين أهو في المنطقة للمرة الكام جاء خمسة. المرة الخامسة ولم يقدم أي رؤية. هو بيطرح أفكار ورؤى. طب بمن حضرتك ذكرت بقى زيارة بلينكين، توقعات حضرتك إيه للزيارة الخامسة على التوالي للمنطقة؟ بدأت بالمملكة العربية السعودية، طبعا هيكون من ضمنها مصر طبعا. هو طبعا في التقدير انه هو جاي يسمع وينصت لبعض الافكار والرؤى المطروحه الخاصه اللي متقدمه. هتقولي لي طب ايه الجديد اللي جايبه؟ هو جاي بيسمع لحضرتك باعتبارك ان انت الدوله الرئيسه اللي هو بيتحرك من خلالها. يعني صحيح احنا كنا اخر دوله في الجوله الماضيه ولم يقدم رؤيه او مقاربه فيه، واستمع لبعض الافكار. بس قبل ما ياتي انا عايز اذكر حضرتك بعده امور. واحد، انه الاوروبيين طرحوا مبادره 10 نقاط والبريطانيين طرحوا 5 نقاط. اقري دي واقري دي، هي مبنية على الخطة المصرية، الخطة المصرية الشاملة للثلاث مراحل الرئيسية اللي مصر قدمتها. الأوروبيين عملوا إيه؟ اختصروا بعض النقاط الرئيسية وحطوها في 10 نقاط. البريطانيين عملوا إيه؟ نفس القصة، 5 نقط رئيسية وهكذا. هو جاي النهاردة من المفترض أنه بيسمع ويتمم فكرة الترتيبات السياسية والأمنية. قبلها كان كما تعلمي لقاء باريس، ولقاء باريس كان لقاء أمني وله اعتباراته مع الأطراف المعنية المباشرة. النهاردة بنتكلم سياسة، السياسة بتمضي في إطار الترتيبات الأمنية. واحد، الإدارة الأمريكية كي يكون لها مصداقية يبقى لازم توقف إطلاق النار حتى لو تكتيكي، احنا مش بنقول ضغط على الحكومة الإسرائيلية. النهاردة في ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية للأمانة تقتضي إنها
بالفعل الحرب هيبقى فيه امور تكتيكيه لمواجهه الحرب، لكن مش هنتكلم في اطر عامه. النهارده بالفعل في تفويض كامل لرئيسي الجهاز الموساد وجهاز الامن الداخلي شباك، هذا معناه ان التفويض خلاص الاسرائيليين وافقوا. يعني سيبك بقى حضرتك التفاصيل، نتنياهو يطلع يهاجم ويقول مش دي، ده خطاب للجمهور الاسرائيلي وجزء منه الدعايه والاعلام لكن الجزء الرئيسي هم وافقوا. طب الكره في ملعب مين؟ الكره في ملعب حماس. الآن الكرة في ملعب حماس، حماس لابد أنها تبقى في مكون ضمن مكونات المعادة الفلسطينية، فمش هتخرج من المشهد، هتبدأ تنور معاكي على الأعداد. النهاردة حفرج عن 40، كم أسير مقابل ده؟ هي دي نقطة مهمة جدا. نعم. هيمر الأمر بيها أنها تبقى ضمن المعادلة. المعادلة بمعنى إيه؟ مش مهم القطاع يتهدم، مش مهم القطاع يتم تقويضه بالصورة اللي حضرتك شايفها، المهم أن تبقى في المعادلة، المعادلة الفلسطينية التي تشكل. هتقولي لي ده بقى يعني تعادل ده الإفراج عن عدد الأسرى مقابل عدد الشهداء؟ لا، إحنا بنتكلم هنا سياسة، إنه كل طرف بيحقق مصالحه. الحكومة الإسرائيلية ليها مصالحها الكبرى اللي هي بتتعامل فيها سياسة وسياسة، وبالتالي في جزء مما يجري هو مرتبط. الإدارة الأمريكية بتراقب هذا. بلينكن ليس لديه ما يطرحه كمقاربة، عشان أكون أمين مع حضرتك، هو جاي يتمم في الإقليم ويسمع وينصت أكثر ما يطرح. بمعنى إيه دكتور ليس لديه ما يطرحه كمقاربة؟ أنا بس يعني حابة أسأل حضرتك فيما يتعلق أنه أصبح واضح جليا أنه الأمن الإقليمي مرتبط ارتباط وثيق بأمن أو بغزة بفلسطين. تمام. وده الخطاب العربي المصري الدائم، انه امن هذه المنطقه من امن المنطقه باكملها، وامن فلسطين من امن المنطقه باكملها. في هذا الاطار كيف لا يكون هناك تحركات كاوراق ضغط او ما شابه لوقف نزيف ما يحدث الان بطريقه سياسيه بحته؟ يعني لانه تضررت ايضا المصالح الامريكيه في المنطقه بشكل او باخر من وراء ما يحدث في غزه. صحيح. راي صحيح. حضرتك ايه في الصوره بشكل؟ حضرتك لن تتدخل الاداره الامريكيه وتضغط على الحكومه الاسرائيليه لوقف اطلاق النار الا اذا تضررت مصالحها في الاقليم بصوره كامله. ما يجري الان، لا لسه. ما يجري الان في استهداف الحضور العسكري الامريكي اللي ضرب حضرتك منشاه هي قاعده عسكريه في منطقه، ثلاث جنود اتعمل لهم شو قوي في امريكا، ده جزء يعني من مخاطبه الجمهور والجانب الامريكي، لكن بتكلم على الفعل. النهارده اذا تضرر هذا الوجود العسكري الامريكي من هذه الاطراف الوكيله، سواء من اليمن في سوريا العراق وامتداده للحدود الاردنيه، لابد الولايات المتحده ان تتدخل. ده البعد العسكري، الهيبه الامريكيه من تضرر مصالحها في الاقليم، وبالتالي هتقول لي حجم التاثير، لا التاثير لم ياتي، يعني ما تضربش قواعد عسكريه في الاقليم. خلي بال حضرتك الصراع منضبط حتى الان. نعم. لم يخرج عن الإطار، الأطراف الوكيلة تعرف كيف تتعامل. إيران بطبيعة الحال بتسجل حضور وحضور، تسخن جبهة تبرد جبهة، اليمن تزيد شوية نقل شوية على حزب، وأعتقد كله مدروس أنه لا يزيد مدروس عن الحد حتى لا تتدخل بشكل أكبر الولايات المتحدة هو الأمريكية هو ده عسكريا. الخيار، يعني الخيار المنضبط إحنا بنسميه حضرتك في التحليل الخيار المنضبط والمحسوب والحذر، بمعنى أن حضرتك إيه بتتحركي في إطار منضبط، وده مش هيخرج عن الإطار. الحديث أن الولايات المتحدة تستهدف ضربة عسكرية لإيران، ده الخيار شمشون حضرتك، لن يتم. والطرفين في قدرة ردع وردع مقابل.